شكرا جورج، وتحيه كبيره للكابتن جلال. اهلا وسهلا فيك بالام تي في مباشره من ملعب المردشيه بزغرتا. بنحييكم مع المباراه المنتظره ضمن الاسبوع ال15 من دوري الفا لكره القدم. فريق طرابلس الفريق يلي ما بيستسلم بسهوله ابدا، وفريق يلي عم بيلعب كره حلوه كثير بمرحله الاياب. عم بيستضيف اليوم بزغرتا مش بطرابلس فريق العهد المتصدر السابق للمرحلة إذا بدكم السابقة، وفوزه اليوم بخليه يرجع لصدارة اللائحة من بعد ما فريق النجمة قدر يتصدر بفوزه على التضامن صور 2-0. طرابلس العهد، عم نشوف قدامنا فريق طرابلس بالتياب البيضة والشورت الكحلة، بينما فريق العهد بالقميص الصفرة والشورت الأصفر. والمباراة مع طقس ممتاز ممتاز، الطقس عم بيكون بالمردشية بزغرتا ما في شتاء ابدا، وارضيه الملعب عم تكون اكثر من ممتازه، المغربه من جهه وفعور من جهه ثانيه. مين رح يربح الكره؟ فريق طرابلس. هلا ما رح يقدر ابدا شربي للمغربه ينقي ميله الشمس لانه شمس ما في، رح ينقي اليوم دائما الكابتن بياخذ اجمالا جهه يلي ما بتضايق حارس مرميه. هاي تشكيله فريق طرابلس يلي رح نتعرف عليها معك شربي. بتشكيله طرابلس اليوم يلي اختارها المدرب موسى حجاج، نزيه اسعد من اليسار الى اليمين، حمزه العلي، خالد العلي، نيناد نوفاكوفيتش البوسني، وعبد الله مغربي. بخط الوسط غازي الحسين، احمد مغربي، حسن كوراني. على طرفين الملعب عبد العزيز يوسف مع ابو بكر المال، وكمهاجم وحيد داليفواري برنار كونا. على مقعد البدلاء سراج الصمد، احمد دياب، عبد الله عيش، بلال مطر، محمد مقصود، كلاوديو معلوف، ووليد فتوح. بالنسبة لفريق العهد الشبل مهدي خليل بحراسة المرمى، خليل خميس، نور منصور، حسين الزين، حسين دقيق، محمد حيدر، هيثم فعور، عيسى يعقوب، وإدريسا كوياتي، حسن شعيب توموني، وإبراهيم ديوب. والاحتياط محمد زاهر، حسين منذر، مهدي فحص، علي السعدي، سمير أياس، علي حديد، وأحمد زريق. نفس التشكيلة اللي خاضت المباراة الماضية، شوية شتي عم بينزل على الملعب، بس أرضية الملعب نرجع من لكم أكثر من ممتازة لاستقبال هالمباراة يلي بقودها الحكم الدولي حسين أبو يحيى بعون الدولي سليم سراج، والاتحادي تيسير بدر، والحكم الرابع أيضا الاتحادي محمد زعتر. لحظات قليلة وانطلاق المباراة، جمهور من طرابلس وجمهور من بيروت لمؤازرة فريق العاهد موجودين اليوم بملعب المردشية. انظار كلها بالتاكيد على هالمباراه، تحديدا انظار النجموين يلي تابعوا فريقهم عم يحقق فوز لافت عم يوقف من خلاله كان سلسله النتائج الجيده للتضامن صور يلي كان بتمام مباريات ما تذوق طعم الهزيمه بهدفي حسن معتوق. مثل ما ذكرت فارس، كان عم يفوز النجمه وعم ياخذ صداره مؤقته من بعد ما رفع رصيده الى 34 نقطه، العهد معه 32 نقطه قبل المباراه، وبالتالي ظهره للحيط مطلوب منه يفوز ليستعيد المركز الاول. لحظه انطلاق المباراه والكره الاولى عدوية مع محمد حيدر. سريعا العهد بدنا نشوفه عم بيهاجم، هيدا الامر يلي معودنا عليه دائما باندفاع هجومي ببدايه المباراه بيكون العهد. بالمقابل رح نشوف استراتيجية اللي عم يعتمدها طرابلس تحديدا على الصعيد الدفاعي، يعني اذا كانت مماثله ومشابهه للي اعتمدوا بالمباراتين السابقتين امام النجمه والانصار، تضييق المساحات، عدم السماح للاعبي العهد بالتحرك بشكل مريح، وبالتاكيد الاعتماد على ابو بكر المل كلاعب هجومي ليصنع الفارق مع الدور الحر يلي عم بيكون عنده اياه. يعني ابو بكر مش مطلوب منه كثير يكون عنده واجب دفاعي، هيدا الامر يلي رح نقدر نلاحظه من بدايه اللقاء، وهيدا الامر يلي بالتاكيد رح يجبر لاعب مثل حسين دقيق دائما بيزيد بالعمليه الهجوميه ليكون موجود بالحاله الدفاعيه لانه بيعرف كثير منيح خطوره ابو بكر المل. بالوقت يلي حاليا الكره بوسط الملعب مع احمد مغربي، مقطوعه في خطا، حسين ابو يحيى قريب من الحاله، خطا لمصلحه محمد حيدر بعد الاحتكاك مع احمد مغربي. محمد حيدر يلي عاد الى مستواه، عم يقدم مباريات ممتازه بالفتره الاخيره. صراع كثير كبير بطبيعه الحال رح نشوفه بخط الوسط. الوقت يلي حاليا في كره عرضيه مقطوعه الى رمي التماس بوجود غازي الحسين، احمد مغربي، وحسن كوراني بمواجهه هيثم فعور وعيسى يعقوبو. الامور ما راح تكون سهله ابدا،
على اي واحد من الطرفين. نبيشيت والاخاء الاهلي عليه حاليا المباراه عم تنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين. المباراه يلي كانت بالمناسبه عم تقام على ملعب العهد وانطلقت الساعه 2:15 بالوقت يلي حاليا في كره لداخل منطقه جزاء خطيره ممكن تكون للعهد. ايضا المحاوله العدويه مقطوعه. عبد العزيز يوسف عاد لا يبعد هالكره صاحب الهدف الوحيد لطرابلس بالمباراه امام النجمه. العهد لا يزال هو بالهجوم مع رمي التماس جديدة هالمرة بالجهة المقابلة مع حسين الزين. محمد حيدر عم يحاول يمر بطريقة جميلة. أيضا الكرة عم تخرج رمي التماس جديدة مع حسين الزين لمحمد حيدر. ممكن يلعب الكرة عرضية. محمد حيدر منه لعند حسين الزين جميلة بكعب القدم. إنما الكرة إلى خارج أرض الملعب. تركيز العهد دائما بيكون على الأطراف ودائما عندهم أوراق رابحة على هالصعيد فارس. واحدة منهم على مقاعد البدلاء. عم بتحدث عن أحمد زريق. أحمد زريق يعني دايما مثل ما قلت فعلا شربيل لاعب أكثر من ممتاز. بس كمان عم نتطلع عند حسين الزين من جهة وحسين دقيق من جهة تانية يلي بيلعبوا بمركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن يلي دايما المهم الموكل لهم أن ينزلوا ويساندوا خط الهجوم من خلال تمويله بالكرات. عبد العزيز يوسف يتقدم. فريق العهد بمرحلة الإياب بثلاث مباريات كان عم بيسجل 11 هدف عم بيحصد 9 نقاط. فريق العهد هالموسم ايضا مميز لانه اذا بنطلع الموسم الماضي وقت توج بلقب الدوري كان احرز 41 هدف في 22 مباراه. كره اماميه ما راح يلحقها ابدا محمد حيدر. سجل 41 هدف فريق العهد الموسم الماضي. لهلا العهد مسجل 33 هدف واكيد الرقم راح ينكسر رقم الموسم الماضي بهالطريقه اذا تابع فريق العهد. متصدر الدوري كان قبل مباراه النجم امبارح. اكثر فريق لهلا مسجل اهداف واقل فريق دخل مرمي اهداف فريق العهد يلي اليوم فريق طرابلس راح يجرب يستغل عامل اذا بدكم الجمهور اكثر من الارض لانه هيدي مش ارضه بس عامل الجمهور يلي عم بيأذره جمهور جيد جدا اليوم لمتابعه المباراه وتشجيع فريق طرابلس يلي بيتمنى اكيد موسى حجاج انه يعمل نتيجه ايجابيه خاصه بمواجهه فريق العهد لانه كان عنده تجربه اذا بدكم ما كانت موفقه مع فريق العهد قبل ما يترك تدريب فريق العهد وينتقل ليكون موجود حاليا مع فريق طرابلس. النتيجه حاليا الصفه 3-1. مباراه عم تتابع وفريق الصفه يلي عم يتجه لاحراز فوزه الثامن ويرفع رصيده ل 28 نقطه. بدايه المباراه ما زالت اذا بدكم جس نبض بين الاثنين بعد ما في شيء يذكر. عيسى يعقوبو اللاعب الممتاز بخط الوسط يلي عم بيقدم موسم اكثر من رائع. نور منصور وقت تحكوا خليل خميس. علي السعدي خارج الملعب. احمد زريق خارج الملعب. سمير اياس اوت. مهدي فحص كمان. علي حديد. هيدا بدل شربيل انه فريق العهد عنده فريق تاني موجود على مقاعد الاحتياط باي مركز اللي كان ما بيتاثر ابدا لا بحراسه المرمى ولا بالدفاع ولا بالوسط ولا بالهجوم. يعني مثل ما كل بيعرف اذا بدك فريق بطولي مفروض يكون عندك خيارات كثير. موسم طويل موسم صعب ما في بقى مباراه سهله فينا نقول عنها وخصوصا عند ما تواجه فريق مثل طرابلس وبالتالي العهد بحاجه لمجهود كل لاعبينه ان كان الاساسيين او الاحتياطيين. بوقت يلي كونان عم يحاول يضغط سريعا مهدي خليل بيبعد الكره الى منتصف الملعب تماما. ادريسا بحاول يتدخل بالراس لكن خالد العلي كان اعلى منه وهو يلي كان عم يقطع الكرة لكن قبلها كان في راية وكان في تسلل. هيدا حسن شحيتو موني صاحب 8 أهداف أفضل هداف بصفوف العهد هالموسم هو حسن شحيتو موني ب8 أهداف خلفه إدريسا كوياتي ب7 أهداف. بالموسم الماضي يعني هداف العهد كان محمد قدوح ب7 أهداف عم يتخطاه موني هالموسم بأهدافه 8 اللي سجلها لهالوقت. الوقت يلي صدارت الهدافين كلنا بنعرف بعدها بحوزة الحاج مالك تال لكن اقترب منه كريستريميلو رونيون كان بأهدافه 9 وأيضا حسن معتوق امبارح كان سجل هدفه 9 والعاشر ليصير بالمركز الثاني.
وبالتالي حسن شحيته موني هو حاليا بالمركز الرابع بثمان اهداف في الوقت يلي حاليا الكره العهدويه مع محمد حيدر المهاري الفنان بقدمه اليسرى بحاول يوصلها عند عيسى يعقوبو. الكره عم تروح لطرابلس مع ابو بكر المال يلي عم يعود للخلف. ابو بكر تحت الضغط بحط عند ديناد سريعا من ديناد ايضا العهد عم يعمل بريسنج على اول خط عم يعمل بريسنج العهد ما عم يجبره يعني بالتالي عم يجبروا لاعبي طرابلس ليكتفوا بالتمرير السريع لوسط الملعب بدون ما يقدروا يطلعوا الطابه بشكل مريح من خط الظهر. ايضا بوسط الملعب محمد حيدر عم ياخذ دور حر اكثر واكثر بتشكيله العهد عم يتحرك بين طرف الملعب وبين العمق. هيدا هو حيدر عم يستلم مره جديده بحطها لعند موني كنترول ممتاز من موني انما الحكم عم بيقول كان في خطا على حسن شعيتو خطا ارتكبه على حسن كوراني بالإعادة ما نشوف مرة جديدة عم يحاول يحمي كرته وبالفعل احتك بحسن كوراني خطأ واضح. الحكم مرة جديدة عم يكون قريب من الحالة هيدي نقطة كتير مهمة انه الحكم يكون قريب من الحالة بيقدر يعطي حكمه بشكل سريع وواضح. ما تنسوا مشاهدينا MTV Lab Sports انستغرام وفيسبوك عبر هاشتاج اخذ مجده تقدروا تختاروا معنا مين افضل اللاعبين المحليين الفا بلاير اوف ذا ويك ليحصل على جائزه الاسبوع. من دون شك تالق كبير كان لحارس النجم امبارح عباس حسن وايضا لنجم النجم حسن معتوق بالهدفين يلي سجلهم. لكن المرحله بعد ما انتهت اليوم عم نستكملها بكره رح نختتمها بمباراه الانصار وراسي اللي رح تابعوها مباشره الساعه 4 من ملعب صيدا البلدي. الوقت يلي حاليا حسين زين بصراع مع عبد العزيز يوسف واحمد مغرم عم يحسبوا الكره الراسيه لعند ابراهيم ديوب نقلت كره جميله من قبل لاعبي العهد عيسى يعقوب بوسط الملعب لكن الصافره مره جديده حكم حاول يعطي الادفانتج انما عاد واحتسب الخطا لابراهيم ديوب لانه العهد ما قدر يستفيد من هالكره. يعني الخطا كان واضح وحسين ابو يحيى يلي رجع الاربعاء مساء فينا نقول له على بيروت الحمد لله على السلامه كان موجود بكيركستان مع طائم حكام لبناني مكون من سامر بدر عدنان عبد الله وعلي رضا كان حكم رابع علي رضا كانوا عم بيقودوا مباراه بكاس الاتحاد الاسيوي. هيدا بدل قديش طائم الحكام اللبناني عم بيكون ولو بعيد نوعا ما عن الاعلام عم بيكون عم بيشارك خارج لبنان. مباراه الصفا والاصلاح برج الشمالي عم تنتهي بفوز فريق الصفا 3-1 على الاصلاح برج الشمالي. 3 نقاط غاليين كثير لفريق الصفا وفريق الاصلاح يلي بعده الفريق الوحيد من دون اي فوز بدوري ألفا لكرة القدم ورصيده 5 نقاط بس وضعه صعب منه مستحيل بس صعب كثير. فريق الإصلاح كرة أمامية من فريق العهد يلي عم يعتمد على الكرات الطويلة. عيسى يعقوب بمرر لمحمد حيدر محمد حيدر على الجهة اليمنى لإبراهيم ديوب إبراهيم ديوب داخل منطقة جزاء بجرب يسدد محمد حيدر تسديدة قوية كثير وأول تسديدة وأول إنجاز لحارس النجم السابق طرابلس الحالي نزيه اسعد يلي بيبعد الكره لركله ركنيه وبيحرم محمد حيدر وفريق العهد من افتتاح التسجيل. محمد حيدر كثير تحسن ادائه باخر مباريات عم يرجع محمد حيدر اللاعب الكبير يلي بنعرفه بملاعب كرة القدم اللبنانية ركلة ركنية تتنفذ لعند دقيق يلي رح يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. عيسى يعقوب بس في تسلل في تسلل واضح كان هدف ما رح يتم احتسابه لنور منصور نور منصور يلي كان متسلل والحكم بيرفع رايته تيسير بدر ليعلن عن حالة تسلل والهدف الأول الشتي يلي بلش مع بداية المباراة ينزل على الملعب تسلل واضح لا غبار عليه كان وحتى شوفوا نور منصور دغري من دون اي اعتراض من دون شيء ابدا عرف انه كان متسلل والهدف راح يتم الغاء. وكره اماميه ادريسا كوياتي على الكرات العاليه معه نيناد ونيناد وهتقولوا الكرات العاليه اللاعب البوسني راح يكون عنده افضليه واضحه على كل اللاعبين. في خطا في خطا بهالوقت وحسين ابو يحيى يلي هون منرجع منشوف التسديده محمد حيدر سدد ونزي اسعد بيبعدها بالبوكس للكورنر ليحرم فريق العهد من افتتاح التسجيل. يمكن تكون مرحله بروز حراس المرمى مين بيعرف وهيدا كله بيكون مكسب اكيد لكره القدم اللبنانيه. خلينا نتابع الركله الحره ونشوف محمد حيدر لمين رح يمرر لمين رح يرفع
الكرة وأرض الملعب صارت الطابة بتزحت كتير كتير وسريعة، وهون اللاعبين بدهم يعملوا حسابات كان بالتمرير أو كان بالتسديد، لأنه بتسديد شرب الكرات الأرضية رح تكون سرعتها كتير كبيرة، رح تسبب مشكلة كتير كبيرة لحراس المرمى. لكن لحد الوقت العهد عارف شو بده من المباراة، يعني نظم نفسه بشكل ممتاز هجوميا العهد، لاعبينه عم يلاقوا بعضهم بكل الكرات بوسط الملعب. هالكرة إنما كانت بعيدة عن عيسى يعقوب، وإنما عم بحكي تحديدا بمنتصف الملعب، الشغل يلي عم يعمله لاعبي العهد تحديدا عيسى يعقوب وهيثم فعور ليريحوا محمد حيدر، ليتركوا المساحة ويخلقوا المساحة قدام محمد حيدر تيقدر يستلم وبالتالي ينطلق بالهجمات السريعة. هو الأخطر بطبيعة الحال لحد الوقت بصفوف العهد. بدهم ينتبهوا أيضا مدافعي طرابلس من إبراهيم ديوب يلي كثير عم يهرب على الخط وعم يحاول يخترق من جهة حمزة العلي. هيدا هو عبد الله مغربي، واحد من نجوم فريق طرابلس بالفتره الاخيره، تحديدا لمع بالمباراه امام الانصار عندما مرر الكره الحاسبه يلي سجل منها محمد مقصود هدف الفوز. مقصود يلي موجود اليوم على مقاعد البدلاء بالوقت يلي غازي الحسين بحاول يلعب الكره لبرنار كونان. ايضا من الامور اللافته عوده خليل خميس ليكون اساسي بصفوف العهد بعد لفتره عن الحسابات الاساسيه لبطل لبنان خليل خميس، انما اليوم موجود بشكل اساسي ليكون بقلب الدفاع مع نور منصور. ابو بكر المال، شوفوا عندما يستلم ابو بكر المال كيف ثلاث لاعبين دائما من العهد بيحاولوا يمنعوه من الانطلاق بالوقت يلي حاليا ابراهيم ديوب بهالصراع على الكره. غازي الحسين بالراس، وتيره اللعب عم تصير اسرع كل مره العهد عم ينطلق فيها للهجوم. هيدي هي وتيره اللعب الوقت يلي ابو بكر المال عم بيحاول يستفيد من تقدم حسين دقيق. هيدا الامر يلي حذرت عنه، اذا قرب حسين دقيق ابو بكر المال ممكن يفلت وحده من الكرات، هو يلي كان عم يلعب هالكره باتجاه السريع الاخر عبد العزيز يوسف. بيعرفوا كثير العهدويين خطوره عبد العزيز يوسف، بيعرفوا اكثر خطوره ابو بكر المال بالموسم الماضي على هالملعب بالتحديد. فاز العهد بنتيجه 3-1، طرابلس كان قريب من الخروج بالمباراه بالتعادل اقله بنقطه. ابو بكر المال سجل بوقت الهدف الوحيد للطرابلسيين، لكن النقاط الثلاثه راحوا لمصلحه العهد. وشو بحاجه العهد اليوم للنقاط الثلاثه مثله مثل طرابلس يلي حاليا عنده رمي التماس مع قائد الفريق احمد مغربي، بيلعب الكره مقطوعه ايضا بتبقى طرابلسيه. حمزه العلي عم يعود للخلف، ايضا كرته الاماميه بتسقط عند حسين دقيق. شوفوا حسين دقيق كيف ينطلق بسرعه، شوفوا حسين دقيق كيف بيمشي الهجمه، ودائما مين القريب بوسط الملعب؟ عيسى يعقوبو. هو عم بيكون صله الوصل بين الدفاع والوسط بالوقت يلي حاليا في اصطدام قاسي جدا بين نوفاكوفيتش وعيسى يعقوبو. كل السلامات للاعبين الغاني والبوسني، رح تشوفوا بالاعاده الاصطدام القوي جدا فعلا. يعني الأهم أنه يقوموا اللاعبين بالسلامة، فعلاً اصطدام عنيف كان بين عيسى يعقوبو يلي هو صحيح فارس لاعب وسط مدافع عيسى يعقوبو، إنما بيستخلص الكرات بشكل نظيف، منه من نوع اللاعبين يلي بيتعاملوا مع خصومهم بعنف. أيضاً نوفاكوفيتش نوفا مثل ما بيحبوا يعتولوا بطرابلس، من اللاعبين المدافعين يلي بيلعبوا فوتبول نظيف إذا فينا نقول، والاصطدام بيناتهم تسبب بإصابتهم، ونوفا لا يزال على ارض الملعب. عيسى يعقوبو مثل ما قالت شربي فعلا لاعب كثير كبير، بيلعب بكل المراكز، بيوقف عيسى يعقوبو راح يتابع المباراه عادي ما بيشي ابدا، ناطرين نوفاكوفيتش نيناد اللاعب البوسني ليقوم. يعني اذا بنطلع بهالوقت طالما المباراه متوقفه، يعني تاريخيا كان في كثير نتائج عاليه بين الفريقين. العهد اعلى نتيجه بالدوري اللبناني كان عم بفوز على طرابلس 7-1 هي سنه 2007، بينما طرابلس بال 2005 كان عم بفوز على العهد 5-1. اما النتيجه الاعلى اذا بدكم بكاس النخبه كان العهد عم بفوز على طرابلس 8-2، 10 اهداف كانوا بالمباراه. هلا ذهابا هالموسم بدوري الفا كانوا الفريقين عم يتعادلوا 0-0، وكلنا بنتذكر المباراه المشهوره وقت بنهايتها فريق طرابلس كان بحق له بركله جزاء بنالتي وحرم من ركله جزاء بنالتي، والمباراه كانت عم تنتهي بالتعادل السلبي 0-0، مباراه يلي كنا عم نتابعها
بصيدة مباشرة على الهواء. مين بيعرف مباراة الإياب هل راح تكون كمان نتيجتها تعادل أو واحد من الفريقين معقول يربح ويأخذ ثلاث نقاط غاليين كتير؟ يعني من المبكر الحديث عن فائز وخاسر بهالمباراة. بنعرف طرابلس بيقدر يزعج أي فريق حتى لو كان العهد متصدر. طرابلس حاليا بالمركز التاسع، وهو بالمناسبة المركز يلي أنهى في الموسم الماضي طرابلس. أكيد ما بيعكس المركز الأداء يلي بيقدر يقدمه طرابلس بدوري ألفا، وخصوصا مع وصول المدرب موسى حجاج يلي كان ترك العهد دون ما يخسر، واليوم مع طرابلس بمرحلة جديدة، مرحلة بناء أكيد فريق قوي. لممثل الشمال برنار كونان عم يعترض على الخطأ يلي احتسب ضده. لاعب يعني يتمتع بقوة بدنية عالية. شوفوا الأخطاء، 7 طرابلس 1 العهد. بحكي عن برنار كونان هالإيفواري اللي بيتمتع بقوة بدنية رهيبة، من الصعب على المدافعين يتعاملوا معه بسهولة تامة. موسى حجاج يعني كثير معجب بقدرات كونان، وبقول إنه بده وقت بس ليتأقلم مع زملائه، وبالتالي إذا سجل من بعدها رح تكون أهدافه كثير. حاليا ركلة ركنية للعهد عم يحصل عليها محمد حيدر، لكن حكم حسين ابو يحيى عم يقول ركله مرمى، رغم اشاره حكم التماس تيسير بدر الى الكورنر. حسين ابو يحيى هو يلي اتخذ القرار الاخير والنهائي. بالتاكيد بنهايه الامر القرار الاخير هو لحكم الساحه. اذا نزيه اسعد امامنا على الشاشه مع ركله المرمى بتنفذ لبعيد، بعد ما شفنا خط وسط طرابلس قادر يحرك الفريق، تحديدا حسن كوراني يلي كان عم يلعب هالكره لعبد العزيز يوسف. هل في تسلل؟ في تسلل فعلا، رايه التسلل مره جديده عم يسقط بفخ التسلل فريق طرابلس. يعني فارس وجود هيثم فعور وعيسى يعقوب عم يصعبوا كثير الامور على طرابلس بوسط الملعب. ما بيقدر حسن كوراني يطلع الطابه لعبد العزيز يوسف وابو بكر المال، وبالتالي يمكن استراتيجيه طرابلس راح تكون بالشوط الاول الاعتماد على الهجمات المرتده، تحديدا على سرعه عبد العزيز يوسف وابو بكر المل. كمان ملعب اذا بدكم ملعب نوعا ما صغير، فينا نقول منه ملعب كثير كبير، وهيك نوع من الملاعب بتساعد ايضا الفرق يلي بدها تعتمد على الدفاع اكثر واكثر، هيك بتسكر منطقتها. وفرصه للعهد بالقائم، بس في تسلل، في تسلل عم بيرفع رايته ليعلن عن تسلل تيسير بدر. وحسين ابو يحيى هون بانتظار يلي ما رح ياخذ، هون عم نشوف حاله تسلل واضحه كانت، رفع رايته تيسير بدر بس ابو يحيى ما اخذ بحاله التسلل، ما اعتبر انه في تسلل، وفي خطا على مشارف حدود منطقه الجزاء، خطا كثير 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 خطير لفريق العهد. اذا قدر يترجم هالكره لهدف، الفاول كان من خالد علي يلي ارتكب الخطا على ادريس هاكوياتي. محمد حيدر راح يسدد، هل راح يكون هو او عيسى يعقوبو؟ مين اللاعب يلي راح ياخذ الكره على عاتقه؟ نزيه اسعد بقول له 6، يعني بده 6 لاعبين بالسد الدفاعي يكونوا موجودين ليسكروا المنطقه. بالاعاده عم نشوف الخطا يلي صار، ركلة حرة على مشارف حدود منطقة الجزاء. محمد حيدر وحسين دقيق، مين رح يسدد؟ هل رح يكون حسين دقيق؟ هل هو محمد حيدر؟ فرصة لفريق العهد لافتتاح التسجيل، هل رح يتمكن من هالشيء؟ هذا الشيء اللي نحن وياكم رح نتابعه، رح نشوفه مين رح يسدد. نزيه أسعد بصبت السد الدفاعي، محمد حيدر بيتقدم، حسين دقيق، حسين دقيق بيسدد كرة بالسد، وبالنهاية عالية عالية، فرصة على فريق العهد عم بتضيع لافتتاح التسجيل. صار مارق نص الوقت تقريبا للشوط الأول، والنتيجة ما زالت التعادل السلبي 0-0. أيضا الفريقين رح يتواجهوا بدور الربع النهائي من مسابقة كأس لبنان. بالإعادة عم نشوف التسديدة، العهد رح يواجه طرابلس بالدور ربع النهائي من مسابقة كأس لبنان، والفايز بيواجه منهم الفائز من مباراة النبشيط والإخاء، بينما التضامن صور والسلام صغرتا بيلعبوا من جهة ليواجهوا الفائز من مباراة الأنصار والنجمة بالدور ال16 من مسابقة الكأس.
فريق العهد مباراته المقبله رح تكون بمواجهه تضامن صور، بينما فريق طرابلس رح يواجه فريق لخاء الاهلي علي. والمحاولات فينا نقول شربيل يعني نوعا ما بعد خجوله من فريق طرابلس، جديه اكثر عم بتكون من فريق العهد يلي عم بيكون اقرب نوعا ما لهز الشباك. لكن بدون شك طرابلس بيقدر يصنع الخطوره باي لحظه، لكن الفارق يلي عم يعمله العهد حاليا هو الاستحواذ على الكره وخصوصا بمنطقه الوسط، الامر يلي كان بيامل يعمله رجال موسى حجاج مع بدايه المباراه، الاحتفاظ بالكره بشكل اكبر وبالتالي محاوله السيطره على منطقه الوسط وحرمان العهد من الكره، لانه بنعرف العهد طول ما الكره مع العهدويين الخطوره بدها تكون موجوده. اذا بدنا نحكي عن العهد يعني 30 مباراه لهلا مش خسرانين بكل البطولات، تخيلوا من الرقم 30 مباراه على التوالي ما تذوق فيها العهد طعم الخساره بكل البطولات، حتى مع موسى حجاج يعني كنت عم بتحدث انه موسى حجاج ترك العهد لكن ما كان خسر موسى حجاج بالوقت اللي حاليا. ادريس اكوياتي داخل المنطقه عم يحاول يسدد، يعني 13 مباراه لموسى مع العهد، 6 انتصارات و7 تعادلات، اخر خساره للعهد كانت امام النبيشيت يلي فاز عليه بالاسبوع الماضي بنتيجه 4-1، العهد يلي فاز على النبيشيت ذهابا وايابا. 30 مباراة على التوالي بدون أي خسارة، رقم فعلا لافت، وفي حال اليوم نجح بالفوز أو التعادل رح يصير العهد عنده 31 مباراة نظيفة بالوقت يلي حاليا الكرة مع إدريس أكوياتي، أحمد مغرب بوسط الملعب عم يحاول يقطعها، شوفوا عيسى يعقوب، شوفوا عيسى يعقوب والمجهود الكبير يلي بيعمله دائما، واحد من أفضل الأجانب بلبنان على صعيد ثبات المستوى إذا ما كان أفضلهم. لاعب يلي استقدمه موسى حجاج تحديدا للعهد، واحد من لاعبينه المفضلين على الصعيد الاجنبي، مش اول مره كان بيلعب بقياده موسى حجاج بالوقت يلي ابراهيم ديوب عم ينطلق بسرعه كثير كبيره، بحاول يحط الكره لعند ادريسا، مقطوعه من دفاع طرابلس. ابراهيم ديوب اكثر من مهاجم، شوفوا قد ايه بيصنع الاهداف بشكل جيد. هون حسين ابو يحيى بحديث مع خليل خميس، يعني طبعا رح اشوف احتكاكات كبيره بين خليل خميس وبرنار كونان تحديدا، حسين ابو يحيى عم يحاول يضبط الامور بشكل مبكر، هيثم فعور بوسط ملعب تمريره خاطئه من الفعور بتروح لعند ابو بكر المال بمر بمهاره كثير كبيره، ايضا التمريره رائعه جدا لعبد العزيز، خطيره جدا خطيره جدا لو عبد العزيز يوسف نجح يعمل الكنترول على الكره او لو كان متقدم خطوه واخذها من اول مره. شوفوا تمريره ابو بكر المال، فعلا رائعه جدا التمريره، اكيد كان بامكان عبد العزيز يوسف يعمل افضل من هيك، يعمل الكنترول. ويسدد باتجاه المرمى، حاليا الكره بوسط الملعب. ايضا تمريره خاطئه من مدافعي العهد عم تسمح لعبد العزيز يوسف بالانطلاق، خطيره 3-4، عبد العزيز بحاول يلعبها لعند ابو بكر المال، مطالبه من طرابلس بلمسه يد داخل منطقه الجزاء، مطالبه بركله جزاء من الطرابلسيين، هالامر ما بصير لانه عبد الله مغربي حاليا معه الكره معكوسه لداخل المنطقه، مقطوعه مره جديده، الخطوره الطرابلسيه، طرابلس بلش يستفيق، طرابلس بلش يتحرك مع ايضا عبد الله مغربي المتقدم على الجهه اليمنى، اشتعلت المباراه حاليا، ارباك كبير بدفاع العهد، تمريرتين على التوالي ما كانوا صحيحين سمحوا لطرابلس بصناعه الخطوره او اقل الاقتراب من المنطقه العهدويه بالوقت يلي العهد حاليا واحد من اسرع الفرق بالهجمات المرتده، عم يحاول يرتد لكن ايضا في اصطدام هون بين ادريسا كوياتي وخالد العلي. كل السلامات لخالد، واحد من المدافعين الواعدين جدا بكرة القدم اللبنانية. حاليا الكرة مع حسن شعيط وموني، التمريرة ما في تسلل لحسين دقيق ورح يلعب العرضية، العرضية لكن ابراهيم ديوب ما قدر يتحكم بكرته، شوفوا الخطورة العهدوية كيف بلحظة برد العهد، هيدا هو الاصطدام بين ادريسا وخالد العلي، ادريسا كان متسلل عندما مرر موني لكن كرمال هيك تركها
لا حسين دقية للعب العرضية باتجاه إبراهيم ديوب. الخطورة كانت من هاللاعب يلي عم نشوفه أمامنا على الشاشة. فارس بلحظة ممكن يوصل للعهد، رح تشوف بالإعادة. إدريسا كان متسلل ترك الكرة، ما إلي علاقة فيها، لعبها لعند حسين دقيق. وشوف إبراهيم ديوب يعني لو حط قدمه بشكل صحيح بالكرة أكيد كنا عم نشوف الشباك عم تهتز على مسافة قريبة جدا كان من مرمى لنزيه أسعد. حاليا العهد بالهجوم، فريق طرابلس تحسن أدائه كثير عن بداية المباراة، عم يتخلى نوعا ما عن حذره الدفاعي. موني بيتقدم، حسن شعيطو بيرجع الكرة لمين؟ للفعور، الفعور على الجهة اليسرى لعند الدقيق، الدقيق بيرفع داخل منطقة الجزاء بين ايدين نزيه اسعد، نزيه اسعد يلي بيلتقط الكرة ببراعة. 27 دقيقة على بداية المباراة، موسى حجاج على الخط عم بيعطي تعليماته للاعبينه، أيضا باسم مرمر عم بيعطي تعليماته لفريق العهد. السيطرة بمنتصف الملعب لمين رح تكون؟ يلي بيسيطر على منتصف الملعب رح يكون عنده أفضلية ببناء الهجمات وبشن الخطورة داخل منطقة الجزاء. في خطأ، في خطأ من عبد العزيز يوسف على مهدي خليل، الخطأ كان والاصطدام سلامات لمهدي خليل يلي بيطلع وبيبعد الكرة وبيتلقى هون هيك ضربة نوعا ما قوية بس بيمشي الحال. بالإعادة بنرجع بنشوفها. الملفت شربل كمان بملعب المردشية، إذا بنطلع الإعلانات الموجودة حوالي الملعب، هيدا أكيد بيكون في مدخول لنادي السلام، ونادي السلام وبيكون مثله مثل أي نادي بحاجة ليقدروا يكملوا البطولة ويقدروا يكملوا الدوري العام. كرة لخارج الملعب، رمي التماس لفريق طرابلس، يعني باسم مرمر رايق كثير، بنشوفه واقف، بنشوفه عم يعطي تعليماته. موسى حجاج بعد ما سكت، بعد ما هدي ابدا من بداية المباراة، بيعرف انه هيدي المباراة منا سهلة، اليوم عم يلعب هو مع بطل لبنان، عم يلعب مع متصدر الترتيب كان. وفي خطأ، في خطأ، في خطأ على كونان لصالح خليل خميس. هيدي المواجهة اللي رح نشوفها كثير بين اللاعبين. فرصة لفريق العهد، الهجمة المرتدة مع فريق العهد والتسديد الضعيف هون كان عم بمرر أكيد محمد حيدر، وهيدا الاحتكاك اللي صار احتكاك عادي، في خطأ بس احتكاك بتشوفوه بعالم كرة القدم وين ما كان بين اللاعبين. والاخطاء عم بتزيد، خطا على فريق العهد بهالوقت لصالح فريق طرابلس. عم نقرب من نص ساعه، 12 خطا لهلا طرابلس، 3 على فريق العهد، 15 خطا من بدايه المباراه. كره لعبد العزيز يوسف ونور منصور يلي بيطلع ليبعد الكره، سريع كثير. حسين دقيق بيرجع لمهدي مع ضغط عم بيكون من كونان. مين رح يكون الفا بلاير اوف ذا ويك؟ اكيد ببرنامج جولدن بول نهار الاثنين الساعه 6 مساء عبر شاشه الام تي في، فيكم تعرفوا مين افضل لاعب وكل المباريات والحالات التحكيميه اللي صارت، الفرص والاهداف نهار الاثنين الله راد. مهدي خليل الكره عم ترجع لعند حارس مرمى فريق العهد، هيدا بدل قد ايه لاعبين فريق العهد عم بيكون عليهم بريسنج قوي من لاعبين فريق طرابلس، وهيدا الشيء يلي بدل. كونان بيتقدم بمرر لعبد العزيز يوسف، هيدا يلي عم نقوله ارض الملعب، يعني الكره رح تكون سريعه كثير، بدهم ينتبهوا اللاعبين، بدهم يقدروا التمريره وين معقول تصير، وين معقول توصل. حاليا بعد ما فريق طرابلس كوراني بيخسرها مع هيثم فعور، هيثم فعور بينتقل ليمرر اماميه لكوياتي، كوياتي ليعقوبو، يعقوبو منه بعده محافظ على الكرة، في ادفانتج وبعدين يمكن نشوف انذار. غازي الحسين يلي ارتكب الخطأ، وموني، موني داخل منطقة الجزاء، عليه لاعبين، خطر بعده موجود، ما عم يهدى فريق العهد، عم بيدخل ابراهيم اتيوب، عم بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، وباللحظات الأخيرة عم يبعدها حمزة علي لهالكرة الخطرة كثير لفريق العهد. ترجع بتنتقل مع كابتن الفريق احمد مغربي يلي بمررها لابن عمه عبد الله مغربي، ما حدا غريب. ترجع مع عبد الله هالونتور رائعه مع ابو بكر المال، ترجع كمان لابو بكر المال يلي رح يرفع داخل منطقه الجزاء، شو رح يعمل؟ ابو بكر المال
بيرفع داخل منطقة الجزاء بس لمين؟ مش لحدا أبدا، بعيدة والوقت عم بمر والنتيجة ما زالت التعادل السلبي 0-0. مع الإعادة لهالكرة الخطيرة يلي لعبها محمد حيدر وكانت مقطوعة من الدفاع الطرابلسي. 32 دقيقة إذا مروا، الشباك لا تزال نظيفة إن كان من الناحية العهدوية أو من الناحية الطرابلسية مع ركلة مرمى حاليا عند مهدي خليل. كرة ملعوبة من مهدي خليل توصل لعند محمد حيدر. حيدر يرجع لعند عيسى يعقوب وتحت الضغط ايضا لعند حسين دقيق. حسين دقيق باتجاه ابراهيم ديوب، المرمى بيقدر يعمل كنترول ابراهيم ديوب، ما في اي خطا. عم يقول حكم عم يقاتل على كل كره. اللاعب السنغالي بتبقى بوسط الملعب مع حسين زين. شوفوا الضغط الكبير يلي عم يعمله عبد العزيز يوسف، انه مع حسين زين عم ينجح يحافظ على كرته، عم يفتش عن المساند، عم يفتش عن لاعب يمرر له. شوفوا تضييق المساحات من طرابلس حاليا ممتاز، ما عم يقدروا يتحركوا بالشكل الصحيح لاعبي العهد بالكره، وهالامر بيسمح لطرابلس باستعاده الكره بشكل سريع. هيدا الامر يلي كان منتظره موسى حجاج من لاعبينه ببدايه هالمباراه. الوقت يلي حاليا العهد هو يلي عم يستعيد الكره مع ابراهيم ديوب، عم تروح الى رمي التماس. برنار كونان الايفواري المهاجم يلي وصل بين مرحلتي الذهاب والاياب لينضم الى فريق طرابلس، 27 سنه متر 87، كان يلعب ببوركينا فاسو مع اي اف او يلي قادوا الى الفوز بلقبي الكاس والكاس السوبر بالموسم الماضي. كره حاليا مع حسين زين على الجهه اليمنى، بتروح لعند هيثم فعور. خليل خميس منه لعند حسين دقيق، ايضا التمريره باتجاه حيدر. حسين دقيق الكره الاماميه بتروح لعند ادريسا كوياتي. كوياتي لعند حيدر، جميله جدا، جميله جدا والراسيه من جديد ما بيقدر يتحكم فيها ابراهيم ديوب. كنت عم بتحدث يعني عن سلسله النتائج الجيده بالمباريات يلي عملها العهد، وقلت 30 مباراه ما خسر العهد. طبعا البعض يمكن يستغرب هالامر ويقول بلا، العهد خسر امام النجمه بنهائي كاس النخبه، لكن اليوم عم نحكي عن مباراة بنهاية الدقائق 90، العهد والنجم تعادلوا 2-2 وخسر العهد بركلات الترجيح. أيضا بالمناسبة بالموسم الماضي يعني بنصف نهائي الكأس تعادل العهد والأنصار 2-2 بالوقتين الأصلي والإضافي بالدور نصف النهائي، وخسر العهد بركلات الترجيح بنتيجة 6-7. بتعرفوا بحسب القوانين المعتمدة بكرة القدم المباريات اللي بتنتهي بركلات الترجيح لا تحتسب انتصار لهالفريق على الآخر، إنما التعادل هو يلي بيكون مسجل كنتيجه للمباراه. بالوقت يلي عيسى يعقوب حاليا بيلعب الكره بوسط الملعب لعند محمد حيدر، ايضا كره اماميه لكن حيدر قويه، يا حيدر قويه جدا وبعيده كانت عن ابراهيم ديوب يلي غير مركزه اصبح موجود على الطرف الايسر. طبيعه الحال الارقام بتبقى ارقام، والاهم بالنسبه للعهد هو رقم النقاط يلي راح يكون عليها مع نهايه الدقائق 90 اليوم، اما النقطه اما النقاط ثلاثه واما لا شيء. عم نقرب اكثر واكثر من دقائق العشره الاخيره على نهايه الشوط الاول. نزيه اسعد، كره مقطوعه بالراس، ايضا الكرة الامامية الى خارج ارض الملعب. يعني انخفضت وتيرة المباراة بعض الشيء بهالاثناء، لكن بدون شك الفريقين بعد عندهم كثير ليقدموه تحديدا على الصعيد الهجومي. مع حسين زين كرة مقطوعة وايضا في خطأ، المرة الخطأ لمصلحة حسن شعيتوموني. ركلة حرة إذا للعهد كلاعبي طرابلس بملعبهم. خليل خميس هو يلي عم يستلم حاليا بالخلف، حسين دقيق عم يطلبها بالفعل، عم يصل عليها حسين دقيق، مطلوبة الكرة العرضية من الدقيق، هو الأمر بيعمله إدريسا كوياتي. إدريسا كوياتي متسلل مرة جديدة، التسلل عم يوقف الهجمة على العهدوية، ده تالت التسلل على فريق العهد بمباراة اليوم. بالإعادة مرة جديدة فعلا إدريسا كوياتي متسلل، قرارات ممتازة لحد الوقت لحكام اللقاء تحديدا للحكمين المساعدين، عم يلقطوا حالات تسلل دقيقة جدا. ودائما كل الحالات التحكيمية بالتأكيد تقدروا تتابعوها معنا يوم الاثنين بجولدن بول بفقرة لو فايف، وتشوفوا شو حكم لجنة الحكام
على الحالات يلي أثارت جدل طوال الأسبوع. والوقت يلي حاليا جمهور طرابلس عم نسمع صوته بأرجاء الملعب. أحمد مغربي، كرة لعند أبو بكر المال، جميلة جدا. أبو بكر بيعمل كنترول على كرته، مفروض يكون أسرع. أبو بكر، أبو بكر بالتصرف مفروض يكون أسرع. كونان كان عم يطلب الكرة، إنما غازي الحسين لوين؟ غازي الحسين لوين؟ الكرة من دون عنوان، وبالتالي عم تنتقل مرة جديدة لفريق العهد اللي لا يزال يا فارس عم يبحث عن الهدف الأول بالمباراة. يعني 37 دقيقة على بداية المباراة، العهد وطرابلس بعد النتيجة التعادل السلبي 0-0، بعد ما حدا عم بيقدر يهز الشباك بعد المباراة، فينا نقول متكافئة بين الفريقين. فرصة هون لفريق العهد مع حسين دقيق يلي بيقطع الكرة. حسين دقيق بيسدد اختار التسديد، لحقت وبدك تسدد، سدد على الأرض مع الكرة الأرضية ومع العشب ومع الشتى اللي عم ينزل، رح تكون تسديدتك صاروخ كثير سريعة، بينما التسديدات العالية ما رح تسبب مشكلة أبدا لنزيه أسعد. كمان مرة بالإعادة اختار التسديد، خيار كان صحيح بس التنفيذ كان خاطئ تماما. الكرة رح تكون ركلة مرمى لصالح فريق طرابلس يلي لهلا عم بيقدر يحافظ على شباكه نظيفه، وعم بيعتمد كمان مره على الهجمات المرتده. لمين هالكره؟ منا لحدا ابدا. كانت بهالوقت من حسن كوراني، بتروح لفريق العهد. حسين الزين من عنده لنور منصور، نور منصور بمرر لحسين الزين، ايضا لهيثم فعور يلي عم بيتقدم. هيثم فعور عم بيلعب بخط الوسط شوي، عم بياخد النفحة الهجومية. كرة لعند أبو بكر المال داخل منطقة جزاء. أبو بكر المال بيسدد بقدمه اليمنى. أبو بكر المال، وتقول أبو بكر المال يعني الخطر موجود، بيكون على مرمى فريق العهد، ويمكن الفرصة الأخطر لفريق طرابلس. بالإعادة بنرجع بنشوف أبو بكر المال بياخد الكرة وبيسددها، بس ما كان مرتاح، ما كان مرتاح ابدا بطريقه التسديد، وما راح يصيب المرمى. هيدا لحسن حظ ولمهدي خليل. والكره حاليا رمي تميس فريق طرابلس. كمان ابو بكر المال عم بيعتمد اكثر واكثر على ابو بكر المال بخط الوسط. عيسى يعقوب ولمحمد حيدر، منه للفعور. الفعور بيطلع لمين؟ بده يمرر الفعور، بيتقدم الفعور، حلو كثير لابراهيم اطيوب، بس بدها تنقطع من غازي الحسين. اذا ما انقطعت الكره بده ينقطع اللاعب، يعني بده يكون في فاول، بده يوقف الهجمه العهدويه. هذا امر طبيعي ويؤخر الانطلاقه العهدويه بالهجوم. عم نقرب نحن وياكم من الدقيقه 40 من زمن المباراه والنتيجه، وفرصه لفريق العهد مع كره عم بيحولها محمد حيدر لداخل منطقه الجزاء، وحمزه علي عم بيبعدها لخارج الملعب. اوت ورمي التماس لفريق العهد مع حسين الزين يلي بيلعب الكره لعند موني. ترجع حسين الزين داخل منطقه الجزاء، بيتصدى لها ببراعه خالد علي. الخطر موجود، الفرصه موجوده، مش لوقت كثير، والتمريره الخاطئه رح تروح لخارج الملعب. رمي التماس جديده هالمره لفريق طرابلس يلي الوقت عم بمر بسرعة، وتعليمات موسى حجاج ما عم تهدأ أبدا لأبو بكر المال، وإلى جانبه مازن خالد مدير الفريق. باسم مرمر مازال كمان على أرض الملعب بمكانه. هيدي التمريرة يلي عم تشوفها من محمد حيدر يلي كانت بعيدة شوي، وأدريسا كوياتي ما كان بالمكان المناسب ليقدر يتصرف ويقدر يسدد على المرمى. فرصة جديدة لفريق العهد، ركلة ركنية لعهد. برجع بقول لكم بأي لحظة بيقدر يخلق الخطر، بيقدر يسدد، بيقدر يهدد مرمى نزيه أسعد. بالإعادة بنرجع بنشوف محمد حيدر بيتقدم بمرر لابراهيم اطيوب وبيبعدها نزيه أسعد. الركلة الركنية بتتنفس، كونان بيبعدها، والخطأ موجود، والركلة الحرة للفريق الأبيض، للفريق الطرابلسي، فريق طرابلس يلي حاليا بالترتيب بيحتل المركز التاسع مع 14 نقطة طرابلس. وبنعرف قديش 14 نقطة
مكان خطر شربيل، خاصة من بعد ما النبي شيت اليوم أحرز نقطة، ويمكن البطولة اللعب على نقطة ما حدا بيعرف، فكتير مهم النقاط وكتير مهم حصد النقاط لنهاية دوري ألفا للفضل. نقطة ثمينة جدا فعلا كانت للنبي شيت، لأنه عم يرفع رصيده ل 11 نقطة بفارق 4 نقاط أمام الشباب العربي صاحب المركز ما قبل الأخير. بكرة الشباب العربي رح يستضيف سلام صغرتا الساعة 2:15 بمحمدون بختام هالمرحلة. طبعا الإصلاح برج الشمالي مع خسارته اليوم 1-3 أمام الصفا بقي برصيد 5 نقاط بالمركز الأخير. يعني بنتذكر طرابلس بالموسم الماضي احتل المركز التاسع مثل ما قلت فارس ب 28 نقطة، أما أول الهابطين يلي كان شباب الساحل كان معه 25 نقطة، يعني الفارق ما كان أبدا بعيد بين هالفريقين. بالوقت يلي حاليا في ركلة حرة لطرابلس على الجهة اليمنى، الكرة عم تلعب من أبو بكر الملقا داخل المنطقة، خطيرة جدا مقطوعة بالرأس من حسين دقيق، بتبقى عهدوية. أيضا خليل خميس عم يتدخل برأسه، لا تزال مع العهد. التمريرة الأمامية لعند محمد حيدر، شو ممكن يعمل الرقم 10 بالكرة؟ بيروح بعرض الملعب، محمد حيدر عم بمر، عم يلعب كرة جميلة جدا لموني المنتقل للجهة اليسرى، ممكن تكون خطيرة العهد مع التمريرة. موني إبراهيم الديوب بيستلم لحيدر لكن مقطوعة، الهجمة المرتدة رح تكون بالناحية المقابلة. ولعت المباراة حاليا مع أبو بكر الملقا، سريع جدا كرته للأسرع عبد العزيز يوسف، خطورة طرابلسية، خطورة طرابلسية مع هالكرة الرائعة جدا والذكية من عبد العزيز يوسف. شوفوا بالإعادة أبو بكر المل، قلت لكم بدوره الحر ممكن بأي لحظة يصنع الخطورة بتمريراته. عبد العزيز يوسف بطريقة ذكية جدا حاول يحطها بالزاوية البعيدة عنه لمهدي خليل، الكرة مرت سنتيمترات قليلة قريبة من المرمى، فعلا كرة خطيرة جدا كانت لعبد العزيز يوسف، كاد يفتتح التسجيل قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول. شوط أول جميل جدا مليء بالفرص، إنه بتنقصوا فاكهة كرة القدم يلي هي الأهداف. بوسط الملعب إبراهيم ديوب حاليا، ديوب للخلف لعند خليل خميس، منه لعند قائد العهد هيثم فعور، أيضا خليل كرة للأمام لعند محمد حيدر، محمد حيدر ممكن يسدد من بعيد، محمد حيدر لعند موني، حسن شعيته بيلعب الكرة العرضية ومقطوعة مرة جديد من دفاع طرابلس. لحد الوقت عم يصمد دفاع طرابلس أمام التنويع الهجومي بدي سميه للعهد، أحيانا من العمق، أحيانا من الجهة اليمنى، وأحيانا من الجهة اليسرى عم يهاجم العهد. الركنية إذن إلى يمينه لنزيه أسعد، الكورنر الثالث للعهد ولا أي كورنر حصل عليه طرابلس لحد الوقت مثل ما عم تشوفوا أمامكم الإحصاءات إلى يسار الشاشة. موني بيلعب الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، إدريس أكوياتي بيوصل لها برأسه، إنما أو إبراهيم ديوب هو يلي وصل لها برأسه سهل جدا بين يدي نزيه أسعد. برنار كونان ما شفنا بعد خطورته، عبد العزيز يوسف عم يقدر يستلم لأنه عم يقدر يلاقي المساحة بكل مرة عم يستلم فيها أبو بكر المال الكرة، عم يهرب بظهر المدافعين، وشفنا الفرصة الأخيرة قدي كانت خطرة على مرمى لمهدي خليل. كرة حاليا بوسط الملعب أيضا مقطوعة من طرابلس، عبد العزيز يوسف عم يستلم على نور منصور، إنما نور مش من السهل تمر على نور منصور، الواحد على واحد نور منصور صعب جدا تمر عنه. بالإعادة مرة جديدة شوفوا الحركة الدفاعية الممتازة كانت من نور منصور بسهولة تامة، بانتظار الحكم الرابع محمد زعتر لنشوف قديه رح يرفع وقت محتسب بدل عن ضائع. حاليا أحمد مغربي، كرة عند عبد العزيز يوسف، دقيقة واحدة فقط من الوقت المحتسب بدل عن ضائع فارس، وعلى ما يبدو الشوط الأول رح ينتهي بالتعادل السلبي. يعني هيك الامور واضحه، فريق العهد بده يجرب المحاوله الاخيره بهالشوط الاول مع التمريره الاماميه لادريسا كوياتي، اكيد الكره رح ترجع من الدفاع عند نزيه اسعد يلي كمان عم بيلعب هون الكره، وهي المخاطره اللي عم نحكي بده ينتبه كثير منيح فريق طرابلس من هالتمريرات. عيسى يعقوب بيتقدم، وباللحظات الاخيره نينات بيتدخل وبيبعد الكره لخارج الملعب، بده ينتبه فريق طرابلس هيك نوع من التمريرات ما بتمرق مع فريق العهد. عبد الله مغربي على ارض الملعب مصاب من بعد هالكره الاخيره يلي صارت، واكيد الحكم راح يعطي تنفيذ الركله الركنيه ومن بعدها ينهي الشوط الاول من هالمباراه.
حسين ابو يحيى وطبيب فريق طرابلس بانتظار عبد الله مغربي ليقوم ويتابع المباراه. عبد الله بعده على ارض الملعب والاصابه جديه، بس الاصابه منا خطره ابدا، ما في شيء بخوف. حسين ابو يحيى اللي عم يطلب نقل اللاعب لخارج الملعب لمتابعه اذا بدكم الركله الاخيره، هون الاحتكاك يلي صار والاصطدام الطرابلسي طرابلسي اذا بدكم ركله ركنيه. فعلا امر طبيعي انه يكون عبد الله مغربي بهالوقت على ارض الملعب عم يتلقى العلاج بعد الاصطدام القاسي نوعا ما اذا بدكم غير مقصود، والحكم بانتظار تنفيذ الكره الاخيره من الشوط الاول ليعلن عن نهايه الشوط بتقدم العهد او بتعادل الفريقين حسب الركله الركنيه. وهذا الشيء يلي عم بصير، عبد الله مغربي اوت، والفرصه الاخيره راح تكون عهدويه مع خمس لاعبين من فريق العهد يلي بتقدموا لمنطقه جزاء فريق طرابلس. موني بيتقدم بينفذ الكره بيرفعها داخل منطقه جزاء وراسيه، معه بينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0 بين طرابلس والعهد مباشره من ملعب المردشيه بصغرتها، الملعب الخاص بنادي السلام يلي عم بيستقبل وعم بيستضيف المباراه يلي بتعتبر اذا بدكم ارض ملعب طرابلس اليوم بهالمباراه. الشوط الاول يلي بينتهي بالتعادل السلبي 0-0، ما راح طول ابدا من الملعب لننتقل للاستوديو التحليلي مع زميلنا جورج سويدي ونسمع راي الكابتن جلال رضوان بهالشوط.